عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، وكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا عارفه اني اتاخرت عليكم، بس معلش محضر لكم قراءه قويه. فكروا في الحاجه اللي عايزينها تظهر معانا، علشان مجرد ما نشوف القراءه بتاعتكم كل اللي انتوا عايزينه يظهر يبان على طول فورا، بمجرد ما انتوا تفكروا فيه. الصلاه على الحبيب، نثبت وجودنا في الكومنتات، مالكش دعوه بالتاريخ، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. طاقتك مفتوحه وعامه، في اي وقت ادخل خد توقعاتك والقراءه تنطبق على الجنسيه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب شايفين؟ شايفين معايا الاول؟ شايفين؟ متكتف. ليه التكتيفه دي؟ مالك في ايه اليومين دول؟ حرفيا انت متكتف، متكتف من علاقة، متكتف من هم، متكتف من مشاكل فوق دماغك، متكتف من حاجات كتيرة جدا، وعندك طاقة حزن، طاقة حزن رهيبة عندك في حياتك بسبب المشاكل وبسبب الهموم اللي عندك. في نفس الوقت انت عندك تعبان، التعبان ده عمال يحوم حواليك وعايز يخرب بيتك. في هنا كمان انطلاقة جديدة او حاجة جديدة في حياتك. مظلوم من اهل الشريك، مظلوم حتى من نفسك في حاجات كتيرة جدا. كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت، شايل هم الدنيا على كتفك وماشي. هتفضل لحد امتى؟ حاول تهدي اعصابك الفترة اللي جاية، علشان في فرحة كبيرة انت هتحضر لها. وفي نفس الوقت كمان في هنا حاجة هتحصل في حياتك هتخليك تضم اولادك لو انت عندك اولاد، او هيبقى في خبر حمل باذن الله. في هنا حد من الابراج الناريه هيبقى في عوده باذن الله برضو الفتره اللي جايه. في كمان هنا استغفار ربنا، انت بتحاول تستغفر ربنا الفتره دي جدا. طيب انت زعلان من مين؟ زعلان من برج الثور ولا برج العذراء؟ مين اللي زعلان منهم؟ زعلانين ومتخاصمين ليه؟ ما هيبقى في كلام الايام اللي جايه اهو، حضروا نفسكم. بسم الله كمان ما شاء الله. ذكرياتك مؤلمة، عندك ذكريات مؤلمة، اتألمت كتير في ذكرياتك. وعندك برضو عشان نقول الحلو والوحش، انت عندك كتلة مشاكل فوق دماغك، وكل ما بتتخلص منها بترجع لك تاني. كأيه بتحس ان المشاكل دي في حاجة غلط، انت مش فاهم في ايه، بس المشاكل فوق دماغك فوق دماغك. فعلشان تهدي نفسك قرب من ربنا، ولازم تكون قريب من ربنا الفترة دي بالأخص. ليه؟ علشان انت شايل هم كبير جدا في حياتك. بص هنا بسم الله كمان، الفترة اللي جاية دي هتلم حد لحضنك، حد غايب عنك، او بنت او شاب، الله اعلم مين غايب عنك او مين تعبان، هتاخده في حضنك وهتطبطب عليه، وهيبقى في كلام حلو جدا هيتقال بينكم بإذن الله الفترة اللي جاية. بص كمان هنا، انت نفسك ربنا يشفيك من مرض، مريض انت او في مرض في حياتك، بتقول يا رب اشفيني يا رب عافيني، صح؟ بتدعي ربنا كتير، او بتدعي على حد، بتقول يا رب اشفيه انا ماليش غيره. بسم الله كمان هنا، في كلام هنا عايز تعبر عنه بس ساكت وكاتب، مش عارف تتواصل ازاي، او مش عارف تعبر ازاي عن مشاعرك او عن اي حاجة تخص حياتك. في هنا راجل وواحدة ست، الراجل وواحدة ست دي من أهل الشريك، تعبين ومش سايبينك في حالك، بيتكلموا عليك، أزينك، أكلين حقك، بيسلطوا الشريك عليك. بسم الله كمان ما شاء الله. هنا عندك شكر لنفسك، أنت لازم تحب نفسك أكتر، ولازم تطبطب على نفسك. طيب مين الست اللي عندك، اللي شعرها طويل، اللي ملامحها حلوة، اللي دايما بصالك في رزقك وبصالك في حياتك، وهي من أهل الأم، وهي من أهل الأم. الست دي مهما تروح يمين تروح شمال هي موجودة لك، وبتحاول تأذي فيك الفترة دي. عندك برضو ما تنساش طفل مولود إن شاء الله بإذن الله قريب جدا. شوف انت مستني ولد ولا بنت؟ عندك طفل الايام اللي جايه هيفرح قلبك وهيخلي الابتسامه عندك على وشك. لو كان عندك نميمه او عندك كلام بيتقال عليك، انصحك ان انت ما تهتمش بيه، انصحك ان انت ما تديهمش اهتمام، علشان خاطر
عيونهم راشقة في حياتك بشكل كبير جدا، وعيونهم دايما يعني بيحاولوا ان هم بسم الله عليهم، يعني بيحاولوا ان هم يتكلموا عليك يجيبوا في سيرتك، بس طول ما انت متألق خلاص، والاعمال او السحور اللي بتتعمل لك دي قريب جدا 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 اقدر اطمنك ان انت هتحط نقط على حروف، وفي نفس الوقت هتاخد حقك من ناس كتيرة جدا. انت ناوي مش ناوي تعلن حربك، انت ناوي تعلن ازاي انت هتاخد سد بينك وما بين اشخاص، ازاي انت هتعمل حاجات مختلفة في حياتك علشان انت عندك تجديد، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله هيكون عندك استقرار. الله اعلم انت مستني استقرار ايه، استقرار عاطفي، استقرار مادي، الله اعلم انت اللي تحدد مستني استقرار ايه. انت هنا مريت بازمة، مريت بصدمة، مريت بحاجة خنقتك وتعبتك وكسرت نفسك، بتحاول الفترة دي تعدي، يعني بتحاول تعديها بأي طرق، إذا كانت مؤلمة إذا كانت مش مؤلمة، أنت الفترة دي بقدر المستطاع عايزها تعدي. ليه؟ اسأل نفسك عايز الفترة دي تعدي ليه، عشان أنت اتألمت فيها كتير. في كمان هنا مغامرة سفر أو مغامرة رزق أو مغامرة حاجة حلوة هتحصل لك في خصوص ورق، بخصوص ورق ان شاء الله. وفي نفس الوقت كمان هيبقى عندك عرض عمل، في حد هيجي لك وهيخبط على بابك، والحد ده يعني انت من وراه هتكسب، مش هتكسب قضية، هتكسب مكسب حلو وهتدخل في علاقة جميلة. بسم الله كمان ما شاء الله اصبحتوا اقوياء، بدأت تقولوا خلاص ستوب، انا من حقي ابص لنفسي، انا من حقي احلم واحقق، وانا تعبت بس الفترة اللي جاية هغير من حياتي. عندك بشرى بسلطة، الله اعلم عندك بشرى بخير، فيها ارتباطات، فيها كلام، اتصالات. عندك هنا بينك وما بين حد بلوك، او بينك مش لازم يا جماعة يكون بلوك على الفيسبوك، يعني ممكن يكون بلوك في الحياة، بلوك بينك وما بين شخص عملته تاتش بينكم وما بين بعض، ممكن يكون بلوك على الفيسبوك الله اعلم، في بلوك عندك بينك وما بين حد اكتشفته على حقيقته وقلت خلاص استوب، الحد ده مستحيل يدخل حياتي تاني. عايزاك هنا بقى تخلي بالك من نفسك كويس جدا، ولو انت متسرع في اي حاجة انصحك الفترة اللي جاية تكون هادي، لو انت متسرع في كلام اهدى، لو انت متسرع في حاجات معينة عايزاك تهدى. مين الشخص اللي قريبك وبيحاول يتفق مع اشخاص علشان يأذوك؟ في نفس الوقت انت هنا عندك بداية جديدة، موضوع جديد، في حاجة جديدة عندك انت ناوي. بص انت هنا انت نجمة خفيف، نجمة خفيف، ومعنى ان نجمة خفيف ده ان انت هتدخل في اعمال جديدة الفترة اللي جاية وهتاخد منها حظوظ حلوة. السحر اللي معمول لك هو اللي عامل لك العراقيل اللي انت بتشكي منها حاليا، هي اللي عامله لك وقف الحال، هي اللي عامله لك مفيش استقرار، وفي نفس الوقت انت عندك مشكله هنا بقدر المستطاع بتفكر ازاي تحلها، علشان تعبت جدا انت الفتره اللي فاتت دي، اتحملت من ظلم لأسى لكلام لنميمه لحاجات كتيره جدا، فانتصارك على عدوك قريب جدا منك، بس لازم ترفع ايدك لربنا، ربنا بيحب اللي يدعيه، ادعي ربنا علشان خاطر الرسالة ما تعطلش وتجيلك اللي انت قاعد ومستنيها تجيلك على نار. باسلوبك وثقتك بنفسك بتكسب محبة الاخرين، بس الست اللي قاعدة ومرصودة دي عايزة تكسر بخاطرك وتاخد حتى اي حاجة في حياتك، هي ست مش كويسة وخبيثة الاشكال وخبيثة اللون. يعني ايه؟ يعني ست كده بتحب نفسها قوي، بتحب ان هي تتكلم عن الناس، بتحب تجيب في سيرة الناس، بتحب تطعم وتدارى، تطعم وتستخبى. عندك شخص هنا انحنى من كتر الهموم اللي هو شايلها، ظهره وجعه من كتر الضغط النفسي اللي عليه والتعب اللي شايله لوحده في حياته الفترة اللي انتوا فيها دي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بص انت هنا حالتك النفسية متأثرة ازاي، حالتك النفسية زعلانة ازاي،
طيب قولي مين الحروف اللي انت عايز تدخل معاها في عرض او مستني مكالمات بينك وما بينهم؟ الله اعلم، بس انت هنا عندك حروف في حياتك، الحروف دي موجودة وما زالت موجودة. عندك هنا حرف النون، عندك حرف الهاء، عندك حرف الياء، عندك حرف العين والحاء والسين، دول دايما موجودين في حياتك ولحد الآن برضو ما زالت موجودين. في كمان هنا سلطة أو حاجة جديدة هتحصل عليها، انت بتعاني من الحسد الشديد اللي هو ايه؟ اللي هو ألم في الركبة، ألم في المفاصل، صداع مستمر، حتى فلوسك متبخرة وعندك ضيق أو نغزة أو ضربات قلب سريعة، صح الكلام ده؟ عندك مشاكل مع صحتك بسبب ان انت مهمل جدا في صحتك الفترة دي، انت ما كنتش كده، بالعكس انت كنت بتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا من اجل صحتك. في كمان هنا هم كبير انت شايله لوحدك، الهم ده هيكون في تيسير الفترة اللي جاية، بس مش عايزاك تكون مندفع ابدا في حاجة تخص حياتك. في هنا كلمة شكر، انت هتقول لحد شكرا او حد هيقول لك شكرا، الله اعلم، بس في كلمة شكر هتتقال الفترة دي. وخلي بالك انت مضغوط من كل الاتجاهات، مضغوط من كذا حاجة، وعشان كده من وقت للتاني بتدخل في طاقة سلبية وحالا بتطلع نفسك فيها، برافو عليك، بتدخل وتطلع، بتدخل نفسك بتدخل نفسك في طاقة سلبية، وبعد كده بتطلع نفسك من الطاقة السلبية وتدخل في طاقة إيجابية، بسم الله ما شاء الله عليك. أي كلام يتقال ورا ظهرك مش عايزاك تنتبه له ولا عايزاك تبص عليه، لا انت بص لنفسك واعرف اخبارك الفترة اللي جاية. في كمان هنا طاقة فراغ او طاقة حب جديد، الله اعلم، انت عندك بشرة والبشرة دي متعلقة بخطوتين او متعلقة بقرارين، بسم الله. هنا انت بتفكر في حاجة معينة حاليا والحاجة دي نفسك تحصل بأي طريقة، بتفكر فيها تفكيرك رهيب الفترة دي بسبب الحاجة اللي انت مستنيها بشكل كبير جدا. انت عندك مهمات زادت، عندك حياة جديدة في حياتك، الله اعلم، التزاماتك برضو ممكن تكون زادت، في حاجات في حياتك زادت الفترة دي، بينك وما بين الشريك كلام، بينك وما بين الشريك ضغط نفسي. انت عندك عينين، العينين دي صدمات انت مريت بيها او خيبات امل من الاشخاص اللي انت قلت عليهم حبايب قلبي وقلت عليهم هم كويسين، انت واخد على خاطرك او مصدوم او قلبك مكسور من اهل، من اسرة، اذا كانت اسرتك انت او اسرة اهلك، اذا كانت اسرة شريك حياتك او اسرتك انت. فهنا كمان انت اصبحت شخص مختلف، اصبحت شخص فاهم الحياة بشكل اوضح، قعدت مع نفسك وفكرت كويس جدا وقلت ستوب انا لازم اغير من نفسي، ما بقتش تسمح لحد يتدخل في حياتك زي الاول، ما بقتش تسمح لحد يعرف اسرارك ولا يعرف اي حاجة تخص حياتك، علشان بتقول كلهم كذابين وكلهم منافقين، ما بقاش عندك اصحاب، اصحابك قالوا قوي الفترة دي. عندك مرات اخ او اخت شريك، هما حزينك على كل حاجة. من اجمل ما فيك لوم النفس، انت بتلوم نفسك جدا على اي غلطة تعملها، على اي مشكلة تعملها، وحساس جدا جدا حساس، ورغم الحساسية اللي فيك شايل هم اللي حواليك كلهم، بس مفيش حد شايل همك. عندك كمان قوة خارقة ان انت تثبت وجودك في اي مكان حتى لو انت مش موجود، ده كله من مميزاتك الجميلة اللي في حياتك اللي بتعرف تتعامل بيها مع الناس. عندك هنا مواجهة، والمواجهة دي هتكون بين طرفين، انت هتقول اللي عندك والشخص التاني هيقول اللي عنده، وبعد كده هتدخل في حاجة مالية، في حاجة حلوة. دايما اقول لك ان مفيش حد يستاهل محبتك، بس انت اليومين دول انت ما كنتش بتحب تقعد لوحدك، بس حرفيا حابب بالعزلة وحابب ان انت ولا تتكلم مع حد، لدرجة ان انت خرجت ناس كتيرة جدا من صحابك طردتهم برا. طيب ايه الحاجات المفضلة عندك؟ ان انت تقعد على البحر، تسمع موسيقى،
تعمل كذا حاجة انت بتحبها. بالفعل انت عندك قعدة صحاب حلوة او قعدة مناسبة حلوة، هتعمل كذا حاجة حلوة انت عايزها بإذن الله. بس الأيام دي مش عايزاك تعاند مع حد، مش عايزاك تتكلم مع حد، عايزاك تكتم وتداري على شمعتك علشان تكمل على خير. في فرصة هتجيلك، والفرصة دي هتعوضك عن الفترة اللي انت عايش فيها حاليا، او عن الذل اللي انت شايفه، او عن الكلام اللي انت عمال تسمع فيه وبرضه بيضايقك. بسم الله ما شاء الله عليك، عندك هنا تغيير جذري. الله اعلم انت ناوي تغير ايه في حياتك، بس انت عندك تغيير جذري يخص الماديات، يخص الحياة العامة، الله اعلم. بس ما شاء الله عليك بجد، هتكون منصور جدا الفترة اللي جاية. في كمان هنا الشابين دول في منهم واحد عايز يتقدم، والتاني عمال يقول ان الله مع الصابرين، عمال يتحجج. فانت عندك شابين هيكون فيهم كلام اليومين اللي جايين دول، عشان شايفه لك كلام هيتقال، مواضيع هتتقال برضو، هتتفتح قدامك، وقرارات انت هتاخدها او حياة مختلفة هتبدأ في حياتك. بس خلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية دي، وما تخليش اي حاجة تسيطر عليك مهما تكون، مش عايزة اي حاجة تسيطر عليك. انت اليومين دول حرفيا بتمر بأزمة، بتمر بأيام صعبة، مفيش استكمال، مخنوق، متضايق، حزين، حتى الفرحة عنك بيتأخر. ليه؟ علشان انت بتفكر في حاجات سلبية. انا مش عايزاك تفكر في حاجات سلبية، علشان امورك تكمل لازم تتفكر في حاجات ايجابية. في كمان هنا مشكلة بتحاول تعمل المستحيل علشان تحلها، بتحاول تعمل اي حاجة عشان تحلها. بص، التعبان اللي بيلف حواليك، التعبان اللي عايز يكسرك ويموتك، حاول تختار صح. انت اختياراتك دايما صح في حاجات كتيرة جدا، بس في ناس اختياراتك فيها غلط. بدل ما بتداري حزنك وتبين فرحك، اعكس الترابيزة شوية. يعني ما تجيش على نفسك ان انت تسعد حد، وما تجيش على صحتك ان انت تبدل صحة حد عن صحتك. مفيش حد هينفعك، هتروح يمين هتروح شمال هقولك مفيش حد هينفعك. هما بيحاولوا بس يتفقوا عليك، دايما بيحسسوك باليأس، بيحسسوك ان في حاجات فيك ناقصه، ان انت مش، ان انت غلط، ان انت دايما بيحسسوك بالكلام الكتير اللي في حياتك. في كمان هنا حد شايل مسؤوليه كبيره، من كتر شيل المسؤوليه ساكت. اي نعم هي طاقته خلصت، بس ساكت ساكت وما بيتكلمش. هنا بص، انت تعرضت لخيبة امل، او تعرضت للجرح في قلبك، قلبك عمال ينزف دم بسبب ان انت عايش لوحدك، وبسبب ان انت ما لقيش حد حتى يستاهل ان انت تفضل معاه. من اجمل ما فيك الفترة دي ان انت طلعت ناس كتيرة جدا بره حياتك، طردتهم، طلعت ناس كتيرة جدا بره حياتك بالكامل، خرجتهم بشكل مختلف. قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، قلت ما خلاص. فالفترة اللي جاية دي هتحس قد ايه انت مبسوط. وشوف انت مستني ايه من الشريك، انت مستني حياة، او مستني كلام من الشريك، مستني مواضيع من الشريك، مستني حاجات تتفتح بينك وما بين الشريك، والله اعلم انت مستني ايه. انت اي نعم مستني، انت عندك طاقات انتظار رهيبة، عندك كلام بيتفتح قدامك، وعندك مواضيع انت عمال تقولها مع اشخاص حواليك. طيب انت هنا بتدور على، عمال تركض، بتركض على ايه؟ بتدور على راحة البال. خلي بالك ان انت هنا الهم اللي انت شايله ده، لا، املك في ربنا موجود. بسم الله، كمان ما شاء الله عليك، عندك اقتناع بنفس، اقتناع بنفس، هتقتنع بنفسك والابن اللي تعبان قريب جدا ربنا هيشفيه بفضل ربنا، علشان انت عمال تدعي ربنا بشكل مختلف. في كمان هنا طاقة انتظار، طاقة الانتظار ده انت مستني ايه؟ انت عندك حسن النية،
بس في محبس او في خطوبة الايام اللي جاية، قول لي المحبس ده بتاع مين، هيتقدم لك ولا انت هتقدمه لحد، هدية الله اعلم في ايه عندك، بس انت عندك هدية حلوة ان شاء الله قريب جدا هتحصل عليها. في كمان هنا انت خسرت فلوس مع شخص اناني، خسرت فلوس مع شخص نرجسي، كان شخص تعبك فعلا وكسر بخاطرك رغم ان انت كنت كويس معاه وكنت بتبديه على نفسك. افتكر الكلام ده كويس. عندك هنا ام الشريك او اخت الشريك او مرات الاخ بتاعت الشريك، دول حاسدينك، دول بيتكلموا عليك، دول هم سبب البهدلة اللي انت فيها وسبب اليأس وسبب المشاكل. شايفين شايفين الكلاب اللي عمالة تعوعوا عليكم. العين ما بتحبش تشوف اللي احسن منها، دايما اقول لكم كده. انت فعلا دايما انت فعلا الايام دي تعبان ومرهق، بس عندك انفراجة حلوة وطبطبة على القلب. طيب مين اللي انت منتظره يرجع لك ولحد الان لسه برجعش، عمال تدعي ربنا ان هو يرجع لك، او انت طلبت دعوة واترفضت، الله اعلم ايه اللي في حياتك، بس انت طالب من ربنا علشان املك في ربنا كبير. السبب اللي خلاك سبت شغلك او السبب اللي خلاك تهرب من الواقع، السحر اللي بيتجدد لك، اللي عامل لك المشاكل اللي انت فيها حاليا او بتمر بيها، بسبب الكلام، بسبب الضغط، بسبب العراقيل، الله اعلم. بس انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك، دايما متألق، دايما واثق من كل خطوة في حياتك، وعشان كده هيكون في رجوع بشكل مختلف الايام اللي جاية، عشان انت طال انتظارك او طال ان قد ايه انت منتظر في حياتك الفترة دي. خلي بالك انت حالتك النفسية هتتحسن قريب جدا علشان خاطر الهم اللي انت شايله كبير. انت واقول لك اهو تاني، انت ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه، ما تعرفش ربنا عايزك تكون عامل ازاي، رغم ان الفترة دي صعبة عليك، رغم ان الفترة دي انت تعبان فيها ومخنوق، بس ما تعرفش قد ايه طاقات الفرج اللي في حياتك هتحسن من مواضيعك. وخلي بالك مين الشخص اللي عايز يرجع لك وندمان انه زعلك، بس خايف يرجع لك تزعله منك، مين هو الشخص ده؟ قولولي بقى. عايز اقولك ان هو مشتاق لك قوي وعايز يكلمك وعمال يبعت في مراسيل، عمال يراقب فيك، عايز يعرف اخبارك، عايز يتكلم معاك، بس خايف من ردة فعلك. ردة فعلك انت هو خايف منها ليه؟ علشان خاطر انت اتظلمت منه، وانت كنت بتقدم له كل حاجة كويسة، كنت بتقدم له الخير كله، وبالعكس ما شفتش منه غير الظلم، فخدت قرار ان انت خلاص ما بتتعملش زي الاول، يعني بدأت تقطع علاقاتك، بدأت تتعامل بذكاء اكتر، بدأت تبص لحياتك بشكل مختلف اكتر. ليه تعبت؟ ليه اتظلمت؟ ليه اتكسرت؟ كسرتوني وظلمتوني وانا كنت كويس معاكم. خاب ظني او خاب املي في ناس كتيرة جدا مقربة منكم بسبب الكلام وبسبب العراقيل. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب عندك حاجة انت مستنيها تحصل؟ عندك كده حاجة انت مستنيها بكل الطرق علشان تحصل لك. مين الانسان البيضة اللي بتكرهك وأعدالك ومرصودالك، هي من المقربين، هتحاول تحرر نفسك من قيود أو من شخص بينك وما بينه مواضيع، من شخص بينك وما بينه كلام. أنت عندك تسديد ديون، عندك تسديد ديون قريب جدا الفترة دي، علشان خاطر أنا شايفالك إن أنت هتدفع مبلغ من الفلوس وهتسد بعض الديون اللي عليك، هتعمل حاجة جديدة الله أعلم. ففي مواجهة، والمواجهة دي انت هتتخلص منها. انت بس بتعاني اليومين دول من كلام كتير جدا، بتعاني من أشخاص مقربين في حياتك، بتعاني من صدمة أو أزمة نفسية بتمر بيها بسبب الكلام. وعايز أقولك ان بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت حاليا محسود،
حاليا بيتكلموا عليك ولسه هتتحسد اكتر. عندك طيارة او حاجة معينة، لا اما انت مستني خبر يجي لك زي الطيارة، لا اما انت ناوي على سفر والسفر ده هيكون قادم قريب جدا. ليه؟ خاب ظنك، خاب املك، تعبت قوي الفترة دي بسبب اشخاص من دمك ولحمك. تحياتي ليك، واتمنى لك السعادة والهنا والرزق في التفاؤل. اتمنى لك كل ما هو جميل.